حكم الوضع عند طبيب الرجل، اذهبي إلى طبيبة امرأة لا تتكشفي عند رجل فحل، فإلا إذا كان هناك مرض محقق سيلحق بك، عفوا ضرر محقق سيلحق بك ولا علاج له إلا عند الله ثم عند الرجال، حينئذ تكون ضرورة استدعت ذلك. لكن أما والأمر في سعة من لدن آدم عليه السلام إلى عصورنا القريبة، ما رأينا رجل يشتغل مولد، ما رأينا رجل يشتغل قابلة.